الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحانك ربنا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، نسألك بأوليتك وآخريتك وظهورك وبطونك أن تحفظنا مسلمين، وأن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام راقدين، وألا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا حميد يا مجيد يا غني، نسألك بحمدك ومجدك وغناك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن تجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وأسماعنا من المحرمات، وأموالنا من المحرمات والمشتبهات. يا ذا الجلال والإكرام، يا بر يا رحيم، نجنا من عذاب الجحيم، وبكرمك وغناك وفضلك وهباتك ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الجميل، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. يا رؤوف يا لطيف، ارحم أموات المسلمين، ويا علي يا أعلى، ارفع درجاتهم في عليين، ووسع ونور عليهم قبورهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. يا هادي اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا مؤمن يا مهيمن، يا سميع يا بصير، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا تواب يا غفور يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم بكرمك وهباتك وغناك اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم ارزق محروما من ذرية ذرية طيبة صالحة كثيرة. يا ذا الجلال والإكرام،
اللهم ثبتنا على هذا الدين حتى الممات، واصرف عنا وعن ذرياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا قوي يا كبير، احفظ بلاد المسلمين من كل بلاء وشر وشرك وفتنة ومعاص يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، واجعل ناصيتهما ناصية بر وخير للإسلام والمسلمين. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فأنت القوي العزيز العظيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.